تنفيذا لبرنامج التوازن المالي، عقد فريق عمل خفض نفقات السفر والمواصلات إحدى فرق العمل ست لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة التي تم تشكيلها بقرار صادر عن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة. بدأ اجتماعه اليوم برئاسة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس فريق عمل خفض نفقات السفر والمواصلات. وتطرق الاجتماع إلى البحث في آلية التنفيذ التي يجب أن يسير عليها فريق العمل والتنسيق فيما بينها بالتنسيق مع المعنيين بوزارة المالية حسب التعميم الصادر من اللجنة الوزارية لتقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في برنامج التوازن المالي. وقد بدأ فريق العمل في إجراء رصد المصروفات للوزارات الحكومية الأخرى وتحديد الخطوات الواجب اتباعها في استخدام الموارد المالية بحيث تتم المحافظة عليها دون المساس بجودة الخدمات. كما ستتم مراجعة القرارات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية المتعلقة منها في مصروفات السفر التي تخص جميع المهمات الرسمية للجهات الحكومية مما يتوافق مع الاستراتيجية العامة للحكومة، والاطلاع على مدى تنفيذ الجهات الحكومية لقرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بشأن عقود المركبات المخصصة لأغراض المراسلات والخدمات الإدارية.